السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نتاع نهار اليوم هي وصفه اقتصاديه وبنينه بزاف بزاف، وهي استرابس. استرابس يعني صدر الدجاج المقرمش. الوصفه هذه يا البنات هي نتاع الاخت ميوش من مصر، نحييها ونحيي جميع اخواننا المصريين. شفتها على قناتها عجبتني، وقلت ان نحطها لكم على قناتي انايا، وان شاء الله تعجبكم حتى انتوما. وهذا شرف لي اني يعني الوصفه نتاعها راني حطيتها اليوم على قناتي، وان شاء الله يعني نتبادلوا يعني الوصفات، ان شاء الله تعجبها حتى هي وصفه من وصفاتي وتحطها على قناتها. وفوالا هذا هو البنات، كيما راكم تشوفوا يعني صدر الدجاج راني بديت نقطع فيه كيما راكم تشوفوا هنايا، يعني نحيت له الزوائد هذوك، نحيت له العظم. دوكا راح نحلو على زوج كيما راكم تشوفوا لهنا. يعني حتى الوصفات نتاعهم مش بعيده على نتاعنا، سيختو يعني في الاخباز ولا في المشويات كيما هادو، وبخاص كيما حنايا نفس يعني الوصفات. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا انا بديت نحل فيه، انا هنا راح نديرو بالطول. هنا يعني نرقو فيه شويه باش حتى كي نطيبوه يطيب لنا، يجيش لداخل شويه هكا اخضر. فوالا كيما راكم تشوفوا دوكا انا نكمل صدر الدجاج تاعي، نقطعو كيما راكم تشوفوا فيه هنايا، ونحطو في الماء والخل، مغرفة تاع خل وشويه ملح، حوالي 5 دقائق، ومن بعد نولي نقطرو مليح. فوالا كيما راكم تشوفو هنايا بعد ما غسلتو وتقطر مليح، دركا هنا راح نديرلو لا ماريناد. واش نحتاجو لا ماريناد؟ يعني الخلطة. هنا نجيب الصحن يكون شوية غامق، هنا كيما راكم تشوفو أنا نحتاجو الحليب والخل ولي زيتيس هادو لي كنت حضرتهم معاكم راس الحانوت. هنا نحط الحليب في الصحن، نزيد له مغرفة تاع الخل. كما نعرفوا يا البنات الحليب والخل يخليو يعني هذيك الطراواريك تاع صدر الدجاج يتطرى شويه. حنا كما نعرفوا صدر الدجاج شويه راهو عاصي، هنا خليه شويه يتطرى. لا ماريناد هذه نزيدو 10 تاع قارص، كما راكم تشوفوا انا نحي هذوك الحبات هذوك تاع القارص. وهنا نخلط شويه ونزيدو نديرو التوابل تاعنا. هنا حطيت الحليب وحطيت مغرفة تاع الخل وحطيت حوالي مغرفة ثانية تاع التوابل اللي كنت حضرتهم معاكم في القناة نتاعي، يعني راس الحانوت. هنا نخلطو مليح باش التوابل يدخلوا في الحليب. هنا نبدأ نماريني دركا سكالوب تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا نخلطو مليح
شوفوا يعني الحليب والخل يا البنات، يخليوا هذيك الطراوه هذيك في الصدر تاع الدجاج، وحنا نعرفوا صدر الدجاج شويه راهو عاصي، الحليب راح يطريه. البنات انا الوصفه تاعها حبيت نديرها كيما نتاعها بعد، ما حبيتش لا نزيد فيها ولا ننقص فيها، حبيت يعني ندير الوصفه نتاعها كامل كيما كانت في قناتها، هزيتها ودرتها انا على قناتي نفس يعني الوصفه، ما بدلت فيها ما نقصت فيها، هي هي كيما راكم تشوفوا يا البنات. السكالوب راهو في لا ماريناد هنايا، دوك انا نقفل عليه ونخليه حوالي ساعتين، هو يعني من الأحسن يعني إذا نديروه يعني مع الصباح، نخليوه ليلة كاملة يبات. فوالا كيما راكم تشوفوا أنا قفلت عليه، نزيد نخلطه شوية هكا ونحطوه في الفريجيدار يعني في الثلاجة. ونرجعوا للمرحلة الثانية، واش نحتاجو؟ نحتاجو 2 مغارف تاع نشا اللي هي المايزينا، ونحتاجو كاس تاع الفارينة نخلطوهم مع بعضهم، ونحتاجو الكاس تاع الماء. هنا راح نزيد شوية من التوابل باش يعطيونا يعني طعمة مليحة في الفارينة، ونزيدو رشة تاع الملح. ونزيدو مغرفة نتاع الخل، هنا نخلطهم كامل مع بعضهم. هنا راح نجيبو دركا خلطة صدر الدجاج، هنا راح نرمد صدر الدجاج في الفارينة، هنا نهز شريحة واحدة ونرمدها في الفارينة، فوالا كيما راكم تشوفوا. وهنا نزيد نعاود نحطها في الماء، هنا كي نحطوها في الماء نقطروها شوي ونزيدو نعاودو نرجعوها للفارينة. هنا يا البنات هنا الطريقة هذه راح نلبسو الدجاج نتاعنا، يعني صدر الدجاج راح نلبسوه، هذه يعني الطريقة باش كي نقليو يعني صدر الدجاج ما الزيت ما تدخلناش لصدر الدجاج، تسمى راح يكوفري هذاك التلباس هذاك.
وتعطينا القرمشة كما راكم تشوفوا يا البنات. هذه الطريقة. نقرب لكم شوية الكاميرا. نزيد نعاود نفس العملية. هنا نهزو بالوحدة بالوحدة. هنا نعاودو نفس العملية حتى نكملوهم كامل. ونروحو نقليوهم. هنا شوفوا يا البنات، الزيت راهي تسخن، انا حطيتها تسخن، لازم الزيت تكون تغلي. باش نتحصلوا هذيك القرمشه هذيك اللي في صدر الدجاج. فوالا انا نكمل يا البنات هذو كل، وان شاء الله نتلاقاو في كي نجيو نقليو ان شاء الله. كيما راكم تشوفونا بعد ما كملت دوكا نروحو نقليوهم. شوفوا يا البنات كيفاش جاو، شوفوا فوالا كيما جاو هكذا، ونروحو نقليوهم. انا هنايا يعني الزيت راهي سخونه تغلي، هنا نقص لها غير شوي. ونبدا نقلي فيهم وحده بوحده كيما راكم تشوفوا يا البنات. شوفوا كيما راكم تشوفوا راني نقلي، وهذاك الصوت هذاك تاع القليه نتاعها والله صوت هايل. شوفوا يعني حتى كي نحط يعني الحبه يعني ما الزيت ما تطيرش كيما نقولوا حنا. كيما راكم تشوفوا يا البنات، انا دوكا نخلي الدجاج تاعي ولا صدر الدجاج يطيب، وان شاء الله راح تشوفوه في صحن التقديم ان شاء الله.
فوالا كيما راكم تشوفوا يا البنات، هذا هو استربراس تاعنا بعد ما طاب، يعني صدر الدجاج المقرمش. شوفوا والله غير يقرمش، شوفوا يعني حتى الدجاج يعني صدر الدجاج لداخل طاب، هايل. والقرمشه واش راح نقول لكم، انا هنا رافقته ببطاطا كوشه هنا، يعني تقدروا ديروا ساندويتش، تقدروا ترفقوه مع يعني حاجه يعني شوربه ولا. المهم يا البنات، هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. انا ما عليا غير نقول لكم سلام.